إذا متابعي قناة بلا زواق تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الخاص بأحد المواهب الوجدية. نحن نتواجد بشارع مدينة وجدة أو المعروف عليه بشارع الحمام. تلقينا مع واحد الموهبة، موهبة جميلة في الرسم الفوتوغرافي. بون، السلام عليكم، وكنشكر قناة مزوق تي في على هذا الاهتمام وهذه الالتفاته هذه. مرحبا. كما كتلاحظوا هنايا كاين هذه لوحات رقميه اللي هما مخدومين عن طريق مجموعه ديال البرامج، منها فوتوشوب، منها الستراتور اللي معروفين. هذه الحرفه هذه دابا تقريبا كانت هنا هذه مده ديال 5 سنين، يعني تقريبا بدايه ديال كورونا. من بعد ما كانت عندي مطبعه وكنت سديتها، اليوم حاولت انني نخدم هادو. هاد اللوحات هادو كاملين مخدومين في فوتوشوب. لامبريسيون كتكون الطباعه كتكون على الكانفا او على الاطوال، وهما يعني لوحات اللي هما كاملين تراثيين، كاملين كيشيروا للتراث المغربي والحضاره المغربيه ديالنا والثقافه المغربيه. غير واحد السؤال اخي، يعني مادام اننا يعني في واحد العالم تاع الرقمنه، كيفاش جاتك الفكره؟ لان دائما الرسام او الفنان تاع الرسم كنشوفوه دائما يعني بالالوان ديال الصباغه، كنشوفوه بالريشه، كنشوفوه باللوحه. كيفاش جاتك انت الفكره؟ دخلت يعني دمجت الرسومات يعني عبر التقنيات تاع الفوتوشوب؟ لا، هذه الفكره هي راه كانت سنوات، هذه ماشي عاد دابا، يعني راه كانت سنوات شحال هذه كانوا كيخدموا الناس بهذه التقنيه هذه، غير هما كانوا برامج اخرى ماشي هذه اللي راهم حاليا. يعني دابا زادت تطورات التكنولوجيا، زادت تطورات البرامج، زادوا تطوروا، هذا هو اللي كاين. دونك يعني الفكره كيفاش جات؟ الحمد لله كانت الفتره ديال كورونا اللي بينات الوطنيه ديال المغاربه، بينات الحب ديال المغاربه للبلاد ديالهم. انا كان من بين الحب ديالي انني نحاول انني نخرج لوحات بهذا الشكل هذا. اخي يعني غير باش نقربوا المتابعين يعني بالفنان ديالنا، يعني واش انت يعني الاصل يعني ابن مدينه وجده او شي منطقه اخرى؟ لا، انا في الاصل ديالي ولد الرشيديه، ولكن هذه دابا مده وانا مستقر هنا في مدينه وجده، وتزوجت هنا وولدت. وكيفاش يعني الطريقه تاع بيع اللوحات؟ يعني واش كاين واحد الرواج؟ واش كاين الناس دياولهم؟ واش الحمد لله، واش غنقول لك بالنسبه لان كما كنشوفوا يعني الشارع راه خاوي، انت الوحيد اللي حط تبارك الله عليك هذه اللوحات، ولوحات جميله. يعني واش كاين شي اقبال بعد على البيع والشراء تاع هذه اللوحات؟ الحمد لله، من ناحيه البيع الحمد لله، اولا الثمن رمزي كيبدا من 5 مثلا هذه اللوحه هذه شحال الثمن ديالها؟ هادو كاملين الصغار، العبار ديال 30 على 40، الثمن ديالهم كاملين 50 درهم. وكاين العبار اللي كيفوتهم اللي هو 60 على 40 كنديروا ليه 100 درهم. وكذلك بحال هذه اللوحه هذه. هذيك اللوحه واخا. وكاين لوحات اللي هما كيتسموا بيرسوناليزي، يعني مثلا اللي بغى يرسم اللوحه ديالو بورتري، الصوره ديالو الشخصيه. الصوره ديالو الشخصيه، يعني حتى هي كتخدموها بطرق مختلفه. شحال 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 كتكلف يعني ديك اللوحه يعني بورتري؟ هاد اللوحه بورتري يعني ملي كتكون فيها شي شويه ديال الخدمه كتكون زايده الثمن بطبيعه الحال. بالنسبه للبورتري واش كتخدموه يعني بالالوان او لا كتخدموه يعني كما بديك الطريقه نتاع نواري بلو يعني الرصاص؟ اللي بغى الصاحب ديال. بالنسبه للموهبه ديالك اخي، يعني كاين مجموعه نتاع الطرق تاع الرسم اللي كنشوفوها مؤخرا. نعم. كاين اللي كيرسم بنسكافي، كاين اللي كيرسم بباربا، كاين زعفران، يعني واش هاد الحويجه حتى انت كتخدم بهم؟ هادو مره نقدر نخدم بهم، ما عنديش مشكل، مادام ان كاين الموهبه ديال الرسم ما عنديش مشكل انا نخدم بهم. بالنسبه لهذا الرسم هذا، بالنسبه للاطفال اللي بغاو يتعلموا، كيكونوا ورشات في دور الشباب اكيد. هذا هو، وكاين التعاونيات اللي كيديروا هذا الميدان هذا ديال الرسم، فهم مهتمين بزاف بالتعليم ديال الاجيال القادمه. شنو الرساله ديالك اخي الكريم يعني للاباء واتجاه هذا الفن تاع الرسم؟ بالنسبه للرساله ديالي اللي غنقدر نقولها للاباء، هو انهم يحاولوا الا شافوا ولده عنده شي موهبه كيف ما كان النوع ديال الموهبه، يحاول انه يساعدوا باش يسقل ديك الموهبه ديالو، يحاول يعاونوا على الاستمراريه، باش
يحاولوا يوصلوا احسن من شي حوايج اخرى. واضعف الايمان انهم بعدا يعمروا الوقت للولاد. يعمر الوقت اكيد. هذه اخر كلمه. كنشكركم، كنشكر الجريده ديال قناه بلا زواق على هذه الاستضافه هذه وعلى هذه الالتفاته. كنشكرك انت اخي فهيم. مرحبا. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وتحياتي لكم. شكرا اخي. اذا متابعي قناه بلا زواق تي في على هذه الصور الجميله، نودعكم. إذن متابعي قناة بلا زواق تي في كما قلت سابقا على هذه الصور الجميلة أودعكم. كان معكم فهيم البياش مبعوث قناة بلا زواق تي في من مدينة وجد.